سن السكينة وتعالوا نشوفوا معانا صدور الفراخ لما نيجي نعملها بوفتيك من المطبخ المصري وتتبيلة مصرية لطيفة وحلوة. المقادير صدور فراخ هنجيبها كده علشان الشاشة والصورة الحلوة. مخرجنا الجميل شفيق، ازيك يا استاذ شفيق؟ اهو ادي صدور الفراخ معانا، ومعانا بقسماط، وهنتكلم عن يعني ايه بقسماط ويعني ايه رقائق الذرة، لان نوعين من البقسماط. بقسماط يعني فتات الخبز، يعني عندك عيش صامولي تعملي الاولاد سندوتشات، في بواية عندك بتدخليها الفرن تحمصيها وتطحنيها، هي دي البقسماط من الاخر. ولكن لما تيجي تحمصيها ما تحمصهاش جامد، عشان لما تيجي تعملي بوفتيك ما تبقاش البوفتيك مر وفيه مرار. خلي بالك لازم بقدر الامكان تسخن الفرن وبعدين تحمصيها كده، تبقى لطيفه وجميله علشان البوفتيك معاكي يبقى طعمه حلو. دي لازم من البدايه. حلو، احنا بنوسع نفسنا كده الاول علشان عايز اعمل شويه بوفتيك حلوين النهارده، لان انا شخصيا بحب البوفتيك ده مع مكرونه بالبشاميل او مكرونه بالطماطم. ولغايه دلوقتي في اسئله بتجينا على السوشيال ميديا، البوفتيك بيتعمل ازاي يا شيف؟ حلو قوي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه بناخد كده صدور الفراخ. المقادير شفناها يا شباب، اشتغل. طيب توكلنا على الله. تتبيله عباره عن عصير ميه البصل، بنجيب بصلايه بنبشرها، بعد ما بنبشر البصلايه دي بناخد الميه بتاعتها. مهمه جدا ما تخليش من البصل في التتبيله لانه هيحمر في قلب الزيت ويسود لك البوفتيك. الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا. فصفين مصفى اللي هو البصل المبشور، حلو الكلام، ومعاه طبعا عصره ليمون. انا بقطع الفراخ كده، لازم السكينه تكون حاميه وايدك كده على وش الصدر بتاع الفرخه، شريحه زي دي كده اهي واحده، ونفس الموضوع الثانيه اهو بايدك كده. الثالثه دي مش هنقطعها، نخليها زي ما هي، الواحده على ثلاثه. في هنا موزه بتاعت الصدر، انا شخصيا بحبها كده لوحديها، اسحبها كده. دي ممكن نفرتها وتبقى كبيره على فكره، هنشوف ازاي اهو. ونفس القصه اهو. حلو قوي الفكره ديت، علشان ما تخليش الراجل الفرارجي او بتاع الفراخ هو اللي يقطعها لك، لان الفراخ هنا مش هتتغسل معانا، صدر الفرخه يتغسل سليم زي ما هو كده. ما ينفعش ان انا بعد ما اقطعه اغسله، الحاجات دي مهمه جدا على فكره. ناخد الموزه الحلوه دي هنا، ونمسك كده الصدر بالشكل ده كده، السكينه تكون حاميه معاكي، ويكون عندك كده احساس ما بين مسكه السكينه وتحت ايدك علشان ما تجيش على اصبع ايدك او ايدك تعورك، خلي بالك. ده مهم جدا. زي ما انا شغال كده نفس القصه تاني، ناخد الموزه اللي هنا نشيلها ونيجي على الصدر كده. واحده واحده. نعم، سؤال من الكنترول، الفراخ لما نيجي نشويها نقطعها نفس التقطيع؟ تبقى لطيفه صدور فراخ مشويه بالثوم والليمون، دي اكله مشهوره في المطبخ اللبناني البيروتي بالذات، يقول لك دجاج مسحب بالثوم والليمون اهو. نعمين، ما هو البانيه بس على طريقه البوفتيك. سؤال حلو جالنا دلوقتي، البوفتيك ده هو البانيه؟ ده عصير ميه البصل بالشكل ده كده، ده اللي بيشيل لك الزفاره. هنحط معاه معلقه خل صغيره. اوعي حذاري تحطي اي ماده دهنيه في تتبيله اي بانيه، سواء بوفتيك سواء كوردن بلو سواء اسكالوب فينواز سواء اسكالوب بانيه وهكذا. دي كل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها. عصره ليمون، قصدي شويه توم حلوين، توم فريش طازه، بلاش التوم الباودر. التوم الباودر استخداماته قليله، دايما تستخدميه في الفرايد او الحاجات المقليه يعني عموما. ده عصير ليمون، انا بتبل الفراخ دلوقتي. حلو الكلام. كمان شويه مسترده، كل اللي بيجي تحت ايدي كده انا شغال ايه فيه. مسترده دي مهمه جدا على فكره، مفيده. وكمان الخرده، الحبوب الخرده اللي بتنشط الدوره الدمويه. فلفل اسود يا عم الشيف، وشويه ملح حلوين كده. انا تبلت الفراخ، فلفل اسود ده مطلوب، وادي الملح بتاعنا بالشكل ده كده. وامسك الفراخ دي ادعكها جامد بالتتبيله دي، ده مهم جدا على فكره. شيل الزيت ده من هنا كده معلش، وامسك الفراخ دي كده. ممكن تعمليها على فكره من بالليل وتخليها في نفس الخلطه دي في التتبيله دي. اوعي تحطي زيت او زبده او سمنه في التتبيله. شفت السائل ده كده، او الجوس ده كده، او البيون ده كده، او التتبيله دي كده، دي كلها المسميات اللي ممكن تسمعيها في برامج الطهي يعني.
البيون او الجوسي او التتبيله او الخلطه اهو. عباره عن ايه تاني يا شيف؟ قول عشان نكتب وراك. مستردة اللي هي حبوب الخردل المطحونه، او في خردل تاني بحبوب صغيره كده، دي انواع في السوبر ماركت. جيب المستردة الصفراء دي معروفه يعني. حلو الكلام. وعصير ميه البصل وعصير ليمون ومعلقه خل صغيره، بلاش خل التفاح، خل ابيض، وشويه ملح وشويه فلفل، شويه زعتر حلوين كده، وفص ثوم ني. وامسك الفراخ خليها في التتبيله. لونها هيتغير منك، اذا لونها اتغير منك ما تتخضيش، ده الطبيعي ان الخل والليمون بيغير لون الفراخه واللحمه في التتبيله. عشان كده لما بنتبل الشاورما في خل وليمون بنلاقي لحمه اتغيرت والفراخ لونها اتغير. ده للكويس مش الحلو، للوحش يعني. احنا بنخليها زي ما هي كده وبنبدا نشتغل فيها بقى. ايه خطوات عمل البوفتيك؟ ان احنا بنصفي الفراخ من التتبيله دي كده وتخش على مرحلتين، عشان لو اشتغلت في الفاصل تسامحوني. المرحله الاولى وانا شغال المرحله الاولى دقيق وبقسماط والبيض، يبقى دقيق بيض بقسماط. هنحط الفراخ بعد ما نصفيها في الدقيق، تطلع من الدقيق على بيض مخفوق بملح وفلفل، وتطلع من البيض على البقسماط على اللي هو فتات الخبز، وبعد كده نحطها في الفريزر شويه وفي الثلاجه شويه بتاع 10 دقائق 15 دقيقه ونحمرها. التحمير بقى له خبره طهويه. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لمراحل عمل البوفتيك، ودي دوره تدريبيه تعليميه لاولادنا واطفالنا والبنات الحلوين اللي بيخشوا المطبخ وعايزين يقولوا لمامي انا طالعه لك يا ماما وبعرف اعمل اكل حلو. تروحوا بيت تابعوني بعد الفاصل. لاكله انا مش بحبها من صغري والله، يعني من وانا بتعلم مطبخ كده لما كان الشيف الكبير يعاقبني يخليني اعمل الاكله دي البانيه، تحس ان انا متكتف، لا تليفون جالي هعرف ارد ولا حد دخل علي المطبخ اسلم عليه. بانيه بقى واخد بيض بقسماط، دي الجو اللي احنا عارفينه. تحت امرك. الله حلو قوي. شفت انا بعمل ايه؟ دي الموزه، ارانب، يا نهار ابيض. ست الكل اللي اتصلت من شويه كانت عايزه تعرف طريقه عمل الارانب. الارانب دي مدرسه، بس انا الله يرحمها والدتي يعني كنت بحب اكلها دايما من ايدها الارانب مع ملوخيه، وانا عينيا فتحت على الارانب مع الملوخيه. بس دلوقتي اتطورت، الارانب تتعمل بقى ايه؟ روستو، تتعمل صينيه بالبطاطس، حاجات حلوه، تتعمل مع القلقاس تبقى حلوه برضو، يعني حاجات كده، اي حاجه خضره تبقى لطيفه الارانب. ولكن عشان نشتغل مع الارنوب الحلو ده كده، ده طبعا عنده شويه ايه دلع، لما بياكل بتلاقي اللحم بتاعه ابيض كده، عشان كده بتلاقيه لحمه نضيف لان اكله عزيز، ما بياكلش غير الجزر الخضره اللطيفه الحلوه. حلو، بيتجاب، يتغسل كويس ويتنع في شويه عصير ليمون مع عصير ميه البصل برده كده والفلفل الاسود عشان الزفاره، ونقطعه ويتسلق بعمكيه جرنيه، جزر وكرفس وبصل وتوم. حلو الكلام. وبعد كده ناخده يا اما ان احنا نسلوه ونقدم الشوربه بتاعته نعمل بها ملوخيه، يا اما نعمله روستو مشوي في الفرن زي ما انت عايزه. السؤال طبعا السؤال بيقول لك البيض ابو صفارين صحي ولا لا؟ صحي، هو رزق يعني، طبعا صحي يعني مفيش مشكله منه، يعني ما سمعناش ان في مشكله عن بيض ابو صفارين، بالعكس واحنا صغيرين كده كنا نفرح بيها، كنا نتخانق لا كنا نراهن بقى، بيقول لك البيضه دي فيها، كنا نعرفها ازاي؟ بتبقى البيضه مطوله شكلها طولي شويه، ادي كده الموزه بتاعتها اهي. معلش انا عايز اعمل شويه حلوين كده، لان ممكن على فكره انت بتشتغلي بتروحي شغل ويعني مش فاضيه الصبح، ممكن تعملي الحاجات ديت وتخليها في الديب فريزر تجمديها بدل ما تشتريها من السوبر ماركت، وتعمليها وقت ما تيجي مثلا جايه متاخره، اولادك مستعجلين، جوزك مستعجل، حاجه كده تجي محمراها بسرعه مع شويه مكرونه، تبقى شويه خضار سوتيه زي ما انا هقدمه دلوقتي زي ما احنا عايزين، مفيش مشكله. ولكن عمليه التجميد دي كمان فيها فن، فيها خبره، ده لازم يترص في طبق تلاجه كويس وتتغلف كويس، وبعد كده لما نيجي نطلعها من الصبح، تسيبها نفك براحتها، ما تستعجليش وتحطها لي في فرن وتقولي افك، لا هتسيب الخلطه منها على طول. شايفين؟ عرفتوا ليه انا بكره الاكله دي؟ معرفش اعمل حاجه طول ما انا شغال فيها، لان اي حاجه همسكها بايدي هتتبهدل. حلوه دي، الحته دي كبيره ودي بتاعتي دي قد كف الايد. طيب انا دلوقتي الفراخ دي هسيبها كده الدي مع الخلطه تشرب، هحمرها يعني في اخر حاجه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، فرحان بالبوفتيك بتاعي. عمليه التحمير لوحدها خبره طهويه. انا حاطط زيت هنا، مغذي الزيت ده بشويه زبده، ممكن تحط معلقه سمنه بلدي حسب الرغبه يعني، ولكن بحب الزبده دايما في تحمير البنيهات،
بتخلي لك البانيه طري اهو، بحمر في طاسه وبحمر في قلايه جنبي عشان تكفي، ده كمان زي الفل. نحط دي هنا كده اهو، بس الزيت ده يسخن ونسيب ده يتحمر وده يتحمر. حلو الكلام. على منديل بالشكل ده كده، دول خلاص. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ فك لا، الخلطه ثابت لا، اه مقرمشه كريسبي اه اه، هرم من البفتيك اه، اللهم صل على النبي اه. الجزر والخضار السوتيه بتاعنا اهو، نزين بيه الطبق البفتيك بتاعنا زي ما انت عايزه بقى، تحط بروكلي تحط كوسه انت، انا شويه خضار حلوين كده زي الفل، وطبق حلو كده اهو. نغرف طبق كمان عينيه. حاضر يا فندم. مخرجنا معانا مخرج بيحب الالوان. ناخد البفتيك اللي اتحمر، مقادير البفتيك على الشاشه، الاطفال الحلوين اللي بيحبوا ياكلوا من ايدين مام اهو. ده خضار سوتيه، مقادير البفتيك اهو، خضار سوتيه اهو. حاضر، خلينا اهو، خلينا اهو بعيد. حاضر اه، زي الفل تمام. تعالوا مع بعض نشوف المكرونه بتاعتنا. We'll be right back.